ايوه معلش صوتك يا ده ايه ده مطوه يا باشا دي ده حضرتك وزاره الداخليه تستخدم سونكي ده ولا ايه لا 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 بتستخدم فرع البلطجيه اللي بتستعمل كذلك وسيوف حاجه زي كده ما كان بيقول علينا احنا اللي بلطجيه بس زي ما حضرتك شايف الحمد لله حاجه صحيه بلد ايه بلد ايه من امبارح بالليل يعني طب ما تروح بقى تعالي عشان هعملها هعملها دلوقتي في اسماء المعتقلين في اسم العجوزه امبارح من عند الاحداث بتاعه الساعه 10 مسرح البالون في الصبح هنا الدب ده شغال من 6 الصبح بس كده يعني احنا زعلانين على البلد كده غلط اللي بيحصل هم الدخله عندهم اوامر ان هم يخرجوا الميدان قبل الساعه 12 دي مكتوبه كده على النت برافوي عايز واحدة بس ليه؟ طوره وخليه يرمى على الصغير كده ماشي كاسة دي واحدة من عندنا كاسة يا جماعة من المكات دي تفضل من المكات دي بس اللي هي الكتابة دي عرفت تعرف دي الكاميرا؟ عند الحكومة اللي بتحمينا بص رصاص المطاطي عامل ايه؟ شايف رصاص المطاطي؟ ده بتاع وزارة الداخلية البلطجية وده الداخلية البلطجية وبشير طنطاوي وده بتاع ايه؟ ده بتاع ايه بقى؟ الشباب الصغار اللي زي الفل دول زي اصحاب الكبار دول بتاع الميدان الناس بتاع الميدان الحقيقية بقول بتاع السياسيين فين؟ اللي جم عمر مطور هنا وجم قالوا احنا هنشارك 6 ابريل 6 زفت هما فين؟ هما فين؟ فين شباب الانحراف؟ فين انت يا شباب الثورة؟ مع بعض يا جماعة لسه حسني بس 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 لسه المشير بسكوت الدهب العام المشير بتقلب بسكوت الطاوي انت من امبارح كل الوزراء انا سايبك كل الوزراء لازم كلهم يتغيروا ويبقوا في الانتخاب بسكوت المشير انت محلية كلها العام وتبقى بالانتخاب الصور الاول نسرح حق الشهداء ده لازم لازم يا شباب كل اللي هنتحرك انا عايزه حسام شرف ولا حد ولا حد ولا جماعه ورينا وشنا حسام وحسام شرف اللي بيضيع في وسع حسام شرف اللي بيضيع في البلاد بعد اذنكم يا جماعه حسام شرف دلوقتي اصلا في لجنه السياسات في الحزب الوطني الصور الحقيقي ما خسرهوش ومع ذلك بنقول تكال خسارته بالميدان وقعد ينزل الميدان وما عملش حاجه طب يا النائب العام والنائب العام النائب العام يمشي وحسام شرف يمشي نقول لحضرتك حاجه كل الكلام اللي وزير الداخليه قاله مش صحيح في ضرب نار وفي ضرب قنابل سيئه للدموع وفي معاملة سيئة جدا نفس اللي كان موجود في النظام السابق موجود دلوقتي الموتوسيكلات دي اللي نقل المصابين من جوه الموتوسيكلات مش بلطجية الموتوسيكلات بيجيبوا مصابين ايه اللي بيصوت جايب مصابة اهو جايب مصابة اهو جايب مصابة اهو مصابة اهو قولوا لهم بقى ثلاث ايه انت حضرتك شرفت يا طب قول لهم بقى واحد
وحارقينه جوه في وزاره الداخليه شاب صغير. دي المطالب المطلوبه ما فيهاش اي ايديولوجيات لاي لاي حزب او اي مشاكل. بس تكون بلعب يا اهالي شهداء نازلين يطالبوا بملعب. عايز نسخه؟ طيب عايز نسخه يا اهالي شهداء. اضربه بس ازاي؟